عفوا الشوارع. يا جماعة هنا حسيت روحي كأني في عشوائيات الفافيلا في برازيل، في شوارع مظلمة هيك وزناقة خوف وضيقة وحوش مفتوح على حوش و... أخ نحس حياتهم حلوة والله. صاحبتي شفت لي نظرة تاع السلامات. اخو طلعنا المدينة القديمة اللي ساعة ندور فيها. بس رغم هذا حسيت ان حياتهم حلوة، يعني لقيت الاطفال يلعبوا مع بعض وكي، والجيران تحسهم عيلة واحدة. بس ما احبش الدش والزحمه، لان احس وقتها بتوتر وخوف ومش عارف. مسك فاضي الله يجننون. هذا يشرح النص. يا جماعة حسب ما عرفت ان هذا اليونيفورم تاع القرم اللي ينزمان يونيفورم زي يعني متاعهم اوكي، بس حبيت حلو قاعدوا يلودوا في المدينة. الله شوفوا العائلات والاجواء. انت مش بتصور انت مش اجواء جنة. انا متأكدة اني طلعت كل مقالات الليبيين، الكل يصور كبير صغير الكل، اللي فاتح بد ولي بالتيك توك وفي انستغرام وفي الكل، لا وفي من ناس هيك جيت مدلك النقال في وجهك. عقل ديري فلتر، ديري إضاءة، تعالي اختاري لي إضاءة حلوة. كيفك؟ انتي تصوري في المكان ما تصوريش فيه.